تناول العديد من مستخدمي مواقع التواصل في تونس بين مؤيد ومعارض صور القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو وهو يرقص مع الفنانة التونسية مريم ابن مولاهم احتفالا بخطبتها. واعتبرت الممثلة مريم ابن مولاهم في منشور لها في حسابها على موقع فيسبوك أن حضور مورو حفل خطبتها ومراقصتها شرف لها. وانقسم التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين من استحسن انفتاح مورو وبين من عاب عليه هذا السلوك. الإعلامية التونسية بثينة قويعة كتبت على فيسبوك: خلافا للكثيرين أعجبتني الصورة التي تعبر عن حرية شخصية، من حقك أن ترقص، فالشعب لا يعرف رقص ولا يعرف الثورة. كما انتقد الإعلامي شكري البصومي التعليقات التي اعتبرت مورو منافقا معتبرا أنه يشبه كل التونسيين. وكتبت الناشطة: خير خلف الله، تبدو شخصية عبد الفتاح مورو مختلفة عن باقي حزب النهضة المتشدد، خاصة من بين المؤسسين لحركة النهضة. أما الناشط رشيد السليماني فقد كتب: كيف يسمح الأستاذ عبد الفتاح مورو لنفسه أن يصل إلى مستوى كهذا؟ ما الذي يريد إيصاله إلينا؟ هذا تهور وإساءة لسنه ومكانته، بعيدا عن ما أمرنا الله ورسوله. أنا أعتذر لأبنائي إن كانوا تضرروا من رؤية هذا المشهد الذي لم أعتبره مخلا بقيمة من القيم ولا بحكم من أحكام الإسلام، وليس فيه اعتداء على كرامة السامع والمشاهد. هو مشهد بريء ظهرت فيه في مظهر غير عادي، ليعذرني أبنائي، فأنا ملتزم بهذا اللباس وهذه العمامة، لكن ملتزم أكثر ذلك بالفكر الإسلامي المتفتح على الواقع. سينيوري سينيورينا جيب الشيخ زارو. إنه فن عظيم هذا الذي يربط بين السماء والأرض، هذا الذي يفتح آفاقا أمام الإنسان.